توصلت فعاليات المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد، والتي مدت وزارة الداخلية من فعالياتها اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر ولمدة شهر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وسيتم التوسع فيما يقرب من الضعف في عدد المنافذ المشاركة في المبادرة لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة. في إطار نجاحات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية في تخفيف العباء عن كاهل المواطنين، قررت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة 26 من المبادرة اعتبارا من الأول من أكتوبر ولمدة شهر، بهدف توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية. بفضل الله ثم بفضل الرئيس السيسي عايشين في أمان في وسط المؤامرات اللي حوالينا والظروف الاقتصادية الصعبة، لكن برضو في نفس الوقت عايشين الحمد لله في أمان والسلع متوفرة بأسعارها نقول عليها معقولة. المنتجات موجودة والمواد الغذائية موجودة متوفرة، نقدر نستخدمها نجيبها في أي وقت. هذه المرحلة من المبادرة تشهد مشاركة واسعة من كبرى السلاسل التجارية وأصحاب المصانع، حيث تشهد مشاركة 2212 منفذاً وأربع معارض رئيسية بمختلف المحافظات موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت لسهولة وصول المواطنين إليها والاستفادة من التخفيضات التي تصل نسبتها إلى 40% لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم من مختلف أنواع السلع التي تتوافر في المبادرة. أشكر طبعاً رئيس السيسي على المبادرة دي الموجودة في كل مكان في مصر، وفعلا فرقت بالنسبة للسعر وبالنسبة ان كل حاجة متوفرة ومفيش حاجة مش موجودة يعني. والله احنا نتمنى ان هي تفضل على مدار السنة، برضو دي حاجة كويسة لينا. الاقي مبادرة كلنا واحد بلاقيها في كذا مكان موجودة منتشرة في كذا مكان، تمام. وانا طبعا بشكر الرئيس على حاجة زي دي ان هو موجود ان هو بيوفر احتياجاتنا بأسعار كويسة. مبادرة جميلة جدا من سيادة الرئيس، فيها كل السلع متوفرة الحمد لله. كلنا واحد دايما مع بعضنا كده إشادة كبيرة من المواطنين بهذه المبادرة التي تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، وبحرص وزارة الداخلية على استكمال ومد فعالياتها انطلاقا من دورها الإنساني والمجتمعي في دعم المواطنين. نشكر الرئيس على الأمن والأمان اللي احنا عايشين فيه، وان كل السلع موجودة وكل حاجة موجود، اللي انت عايزه بتلاقيه في اي وقت، ونشكر على المبادرات اللي هو بيعملها على طول دي، لان كل حاجة فعلا موجودة. احنا بنشكر الرئيس على اهتمامه بينا وبيهتموا بالناس وبقصة الوسط الغلابة اللي زينا، واحنا بنيجي المبادره بنلاقيها ارخص من بره بحاجات كتيره، وبنشتري من هنا على طول كل احتياجاتنا. وبالتزامن مع المبادره وصلت منظومه امان توفير السلع الغذائيه وغير الغذائيه باسعار مخفضه من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهوريه موضحه على موقع وزاره الداخليه على الانترنت. كلنا واحد دايما مع بعضنا كده. مبادرة كلنا واحد مبادرة اجتماعية تؤكد من خلالها وزارة الداخلية حرصها على دعم الأسرة المصرية وتخفيف العباء عنهم في ظل المتغيرات الدولية والمحلية التي تؤثر على أسعار السلع.